اعطيكم مثال، ان شنو ميزه لما تكون سرعه ان اخزن الشيء وارد اخذه منه مره ثانيه؟ شوفوا شلون، كلكم رحتوا محلات اللي تبيع الاحذيه، صح ولا لا؟ صح؟ عادة شلون هناك طبيعة طبيعة بيع الأحذية في المعارض هذه؟ إنه يحطون نماذج، نمونة شكل الحذاء، صح؟ وبعدين إذا عجبك مو صافين كل القياسات، حاطين واحد منهم، صح ولا لا؟ عدل؟ انزين، أنا آخذ اللي يعجبني، شكل اللي عاجبني، وأقول حق الشخص اللي هناك أبي مثل هذا الشكل بس يكون قياس فلاني. شو يسوي بعدها؟ يروح غرفة هذا المخزن، يقعد ما ادري كم دقيقة ويرجع، صح؟ زين، شفته قسته مو قياسي، ابي شوي اكبر او شوي اصغر، يروح مرة ثانية انطر نفس الانتظار ويرجع. لما يكون في زحمة تلقاه هو طالع يمكن شايل صندوقين فلان وفلان، صح ولا لا؟ هو قاعد انطر اكثر لما يكون في زحمة. اذا هو قدر يروح ويرجع بسرعة يقدر يخلص اوامري، هاي اوامر هذا بالضبط، هو البص والمخزن هذا هو الديتا. اقول له هاك ود الصندوق هذا داخل خزن وطلع واحد ثاني، هذا الديتا انبوت اوتبوت. انزين، فاذا كان يقدر يروح ويرجع بسرعه هي ويل سيرفيس مور كاستمرز، صح ولا لا؟ لان مو معقوله بيشوف اللي وراي واللي وراي الا لما يخلص شغلي انا، يعني بصندوق يخلص عدل. فكل ما قدر يروح ويرجع بسرعه، فانا دائما عنيش من يروح يرجع بسرعه اروح اعطي الامر مالي، يكون نشيط وشايل صندوقين معاه ولا كذا. فنفس الشيء هنا، هذا الشيء يهمني الحين الكلوك. لما انا اضبط الكلوك، انا عارف متى انا مسموح لي او متى انا حط الداتا انبوت هنا، انبوت اس انبوت ار، اللي مساع اللي طلع قبلي بالستيج قال لي ان انا اوكي انا اخزن المعلومه مالتك بس مالي شغل بالكلوك. هذه راح تسوي لي مشكله بعدين، لان فعليا انا شيء ما قلنا لكم اياه من قبل، بس خليني اقول لكم اياه الصراحه. متى قاعد تتغير؟ لما هذه تكون بواحد هني، لما هذه تطلع هني، صارت الار الريست بواحد، هذه تاثر على هذه. تعتقدون ان هذه تنزل بنفس اللحظه بنفس الثانيه؟ فعليا لا، يصير ديلي، تتحرك شوية لقدام شوية لقدام، أجزاء من الثانية فيها ديلي. أنا من هذه تنزل أو من هذه تطلع، هذه ما تنزل نفس اللحظة، هاي تتأخر شوي. إذا هذه تأخرت، هاي راح تتأخر عنها بعد، تطلع فوق شوي عنها، مو بنفس الجزء الثانية. ماشي؟ انزين، شوية على شوية على شوية على شوية احتمال تدش على الموجة اللي بعدها إذا كانوا قراب على بعض، بتسوي لي مشكلة بعدين. فأنا إذا أضبطها بشيء مثل هذا، إنه وقت الكلوك هو اللي يشتغل، هذا يكون وايد أحسن عندي. شوفوا هني التيبل صار بالشكل هذا، لما يكون عندي الكلوك بزيرو، اكس اكس معناته ما يهمني شنو موجود، لان ما راح يتخزن معلومات جديده، لكن المعلومات القديمه موجوده، نو تشينج. واذا كان كلوك بواحد والاس والار اثنينهم بصفر، نفس الشيء، نو تشينج. والباجي نفس اللي قبل، ما تغير شيء. انزين، خلينا نشوف هني التفاعل مالها شلون شكله. لاحظوا الاس شغال واحد، وقت الكلوك صار الكيو اي طلع لفوق. قبلها الاس كان شغال بواحد بس الكيو ما خزن شيء، ما يخزن الا لما الكلوك يطلع بواحد، اللي هو الانيبل، كان تذكرون سميته انيبل اول بالبدايه، تذكرون؟ من يطلع الكلوك بواحد صار شنو؟ هني هاللحظه هو تفاعل، هذه نسميها بوزيتيف ايدج تريجر. ما تحكيناها من قبل، شنو بوزيتيف ايدج؟ الكلوك له تو ايدج، واحده بوزيتيف لما يطلع، واحده نيجاتيف لما ينزل. زين؟ هو يتفاعل بالطلعه ولا بالنزله؟ هو طالع اول ما يشتغل الاند جيت يدخل لي الانبوت. ماشي؟ اول ما يشتغل الاند جيت يدخل الانبوت. زين؟
فهذه فهمناها. وبعدين هني هذا نزل تحت فصار disabled. فالحين اي تفاعل يصير بعدها، شوفوا هذا الاس الست نزل لتحت، نزل لتحت بس خلاص خذيت السيجنال منه، خذيت السيجنال منه، فلذلك ظلت الكيو محتفظه بالمعلومه لغايه ما يجيني ريست ثانيه. تلاحظون في الغالب، في الغالب تكون السيجنالز اللي جايه من الانبوت وايد ابطا من الكلوك. لاحظوا هذا الصبع الانسان مثلا، هذا لما اطق الريست شوف شوف عريضه طويله، هني الست شو طولها بنزل نزلت، بين هني طقيتها مره ثانيه طويله بنزلت. فدائما تخيلوها، تخيلوها مثل كيبورد هني، انا لما اطبع سرعه الريفرش مال كيبورد اسرع من طباعتي مهما كنت انا، لو اطبع اسرع طباع خلينا نقول كم حرف بالثانيه، ثلاث حروف يمكن، انا ثلاث حروف يمكن، هو يمكن 10 حروف بالثانيه، فلازم الريفرش ريت ماله وايد اسرع. يعني تذكرون الكلوك مال الكمبيوتر قلت لكم كم؟ 2.5 بليون تذبذب بالثانية. في أحد يقدر يطبع حرفين بهالوقت؟ إذا كان المسافة بين واحدة والثانية، إذا المسافة بين واحدة والثانية واحد على مليون جزء من الثانية، أقدر هني أطلع تو كيز كليك كليك تي مرتين؟ صعب، مستحيل. فدائما أنا أكون بالسيف سايد لما أضمن إن شنو؟ ان الانبوت مالي ابطا. ساعات ساعات يصير في نويز، نويز شلون نويز؟ قبل مره جربت تحطون تليفون وهو قاعد يستقبل يم شاشه، شو يصير؟ هذا نويز. ساعات لما مغناطيس كبير تحطون اي كمبيوتر يخرب الميموري مالته، هذا نويز غير. الذبذبات هذه اللي تجي فجاه كذي هذا نويز. النويز قد يكون اسرع مثل هني، شوفوا هذا نويز. التفاعل البشري وايد بطيء بس النويز قد يكون اسرع من الذبذبه. انا ما يهمني هني. ليش؟ شوف النويز هذا ما اثر علي، ما غير المعلومه. ما غير المعلومه، لكن لو كان البيسك لارج كان غير المعلومه، صح ولا لا؟ البيسك اللي مساح. يس؟ اقصد ديلي بطء بال يعني بطء يعني هني يعني السيجنال شوف شوف ايش عرضها عريضه، هذا مو ديلي اسميه، هو بطيء. يعني انا لما اضغط اسرع ضغطه تضغطينها مستحيل تصير الضغطه مالتك هذه اسرع من واحد على جزء من المليون الثانيه، على الاقل فيها 2 ملي سكند، على الاقل فيها 2 3 ملي سكند. الملي سكند يعني يعني 1000 جزء من الثانية. أنا قاعد أحكي عن واحد على بليون، يعني بالنسبة حق بالنسبة يعني يعني الملي سكند. شفتوا هذا الحين لما أسويها هذا شفتوها؟ كم ثانية هذه؟ أقل من ثانية ترى، 1001 1002 1003 هاي ثانية، 1001 1002 1003 هذه يمكن 0.1 سكند، يعني يمكن 10 ملي سكند، 10 ملي سكند تلوش كثر كبيره بالنسبه حق واحد على جزء من مليون. فاذا الضغطه مالتي هذه هي تمثل، هي تمثل الاس ولا الار، هذه طويله. فهمتوا؟ فانا لما احط سيجنال سواء اس ولا ار عاده تكون اطول من الكلوك دائما دائما. انزين انا لما اتحكى هني هذا هذا ما لي خلق كل شوي ارسم تو اند جيت او تو اور جيت وحطهم فليب فلوب فقلنا اسهل لنا، حطينا مربع كذي. This is the graph symbol. هذا الاس هذا الار، هاي الصورة تمثل هذا، شفتي حطينا مربع هني غطيناهم في مربع، وهذا الاس هذا الار سي ال كي الكلوك، وهني الاوتبوت هو الكيو، وعكس الاوتبوت هو الكيو برايم، عكسه دائما تحت، هذا هذا عكسه. ماشي؟ مفهوم ولا حاجة؟ نفسي قاعد فاهمين؟ انزين هذا الاسعار، هذا طلع على الستيج شرح لنا عن نفسه. انا اسالكم الحين
شنو مشاكل حل لنا هذا اس ار؟